انت مين؟ انت خلاص بدأت تشتغل مع واحد في مختبر اسكور. انت عرفت ده ازاي؟ ما عندناش وقت يا اسحاق، قول لي اسمه. انتهى العرض يا ليه. واضح ان العرض لسه ما انتهاش. قول لي اسمه. دكتور مورغان مايكلز. شكرا. أنا خلصت عليهم، لازم أدور على ليه. لازم امنعهم من اذية بعضهم. هتبقى كويس بعدين. هو ليه عمل ايه للناس دي؟ الراجل ده انا اسف. صدقني ده عشان مصلحتك. يوري ساعديني.
في اطلاق نار في جامعة امباير ستيت. ايوه ده انا، هشرح لك بعدين، لكن دلوقتي دوري على دكتور مورغان مايكلز، مارتن لي بيسعى وراه. تمام. سبايدر مان، مين دكتور مايكلز ده؟ بيتهيألي انه رئيس العلماء في مشروع ديفلز براث. هو انت لقيتيه؟ ايوه ولا رجالة السمور بيقولوا انه تحت حمايتهم في بيت امن في مكان هنا في المدينه، لكن ما قالوش حاجه عن المكان. كنت فاكر انكم بتشتغلوا سوا. وانا كمان. طيب انا عندي فكره ممكن نلاقيه بيها، هعرفك لما تنجح. هاي لقيت دكتور ديلاني في الحفله؟ اه، ومارتن لي كمان. مش ممكن، ايه اللي حصل؟ دي افسده خلاه يوصل انه يقتل نفسه. ده مخيف، لازم نوقف الراجل ده. هنعمل كده قبل موت ديلاني. سمى لي اسم مورغان مايكل. مورغان مايكل؟ مش متأكد، بس أنا واثق إنه بيشتغل على مشروع ديفيدز براند. عارف أي حاجة من ملف ديفيدز براند؟ أيوه، وصلت لده من كام سنة. أصبر بجيل فيسك وطلب منهم يبني مختبر، لكن بعيد عن نظر المنظمين. مختبر سري علشان ديفيدز براند؟ لو كان خطر زي ما بنقول يبقى ده السبب. فين المختبر؟ مش موجود في الملف. أوزبورن خلف فيسك يحرق كل مستندات المشروع. كل اللي عندي فواتير من الحساب الشخصي لأوزبورن على موقع بناء فيسك. من معرفتي بيه فيسك احتفظ بالفواتير عشان يبتز العمدة. كل الخيوط بتوصل لنورمان أوزبورن. أفتكر جه الوقت علشان نزور. أنا أشك إنه هيقول لك حاجة. كنتش ناوي أسأله. كده ممكن اوصل لمكتب نورمان. ما اقدرش ادخل من غير ما اوقف انظمه الامن، بس لو شافوني هيقفلوا المكان كله. هبقى قادر على اختراق وحدات الشبكه الامنيه من بره. عامل ايه يا سبايدر؟ هي كابلات شبكة الاتصال، همشي وراها علشان اوصل للوحدة الأمنية. واضح ان في 4 منها حوالين المبنى. ده هيسهل الموضوع. في ايه؟ فرق الأمن، ردوا. فريق سمور ألفا استعدوا. غالبا في مشكلة في الكهرباء. مفهوم. راقبوا الجزء الخارجي لحد ما نحدد المشكلة. وأنا اللي افتكرت الموضوع سهل. واضح ان في مشكله في البرنامج، هنتصل بمتخصص. علم، احنا هنتابع المسح الخارجي. هي الوحده الثانيه. جاري بدء بروتوكول دلتا. كل العملاء، في حد بيتحكم في الانظمه الفرعيه. الناس كلها بقى عندها متتبعين الايام. الى فرقه السمور، عايز تقرير بالوضع. المسح الخارجي سلبي، مفيش حاجه. لسه في مشكلة في البرامج؟ مش عارفين، بنقيم الوضع. حافظوا على مستوى الإنذار الحالي. فرقة سمور، انتباه، في احتمال إن يكون حد اخترق المكان. إحنا بنحلل البيانات، خلوا بالكم. علم ومسيطرين. لقيتها. مش ممكن، نظام فرعي تاني تعطل. أنا محتاج فريق يفحص الدور 58. علم، وإحنا رايحين على هناك. لازم أتحرك. أهلاً يا أنجاي، أنا مشغول شوية. هقول لك بسرعة، أنا عارفة مكان تشارلز تانش. أفتكر لو وصلت له هخليه يتكلم. هو عارف حكاية دكتور ديلاني ومورغان مايكلز كمان. طيب، بس ما تعمليش أي حاجة مجنونة.
دلوقتي اقدر ادخل مكتب نورمان واتمنى الاقي معلومات اكتر عن مورجان مايكلز وديفلز براند. المسح الخارجي سلبي، هو لازم نقفل تماما؟ لسه شويه، مستر اوزبورن معاه مكالمه مهمه، كملوا التتبع، اكيد في حد هناك. استنى، لازم نتحول للخط السري، انا سابقك بكتير يا ويلسون، قلت لرجالتي يفتشوا ملفاتك ولو فضحت اتفقنا في الشغل، هتكون شهادتك ضد شهادتي، مش انا الشخص اللي مسجون دلوقتي على فكرة. استنى، هو نورمان بيكلم ويلسون فيسك؟ بتقول ايه؟ هو انت بتتكلم عن ايه؟ تمثال نيو من بيت المزاد، اكيد بيتكلموا عن الملف اللي لقيته ام جي. مين اللي معاه الملف؟ بنعمل كده يا نورمان، بس ده مش بيوضح كل حاجة، عشان كده بعمل حاجات غير قانونية بس مقبولة اخلاقيا. يا متعالي يا حقير، انت كذاب. ما تزعلش يا نورمان، عارفين انك انت وفيسك بنيتوا معمل سري لديفلز براث، بس لسه مش عارفين هو فين وايه علاقة مايكلز بيه. جي ار 27. دكتور مورجان مايكلز هو اكبر عالم، بس موقع المختبر محجوب. الذكاء الصناعي مسيطر على كريسبر، لو نجح فعلا هيقدر يعالج اي مرض وراثي. التلايوفيلكيسي مرض هانتينغتون ده رائع. شيء مريب. واو، جي ار 27 هو ديفلز بريث، اتصمم لعلاج الامراض، بس النموذج الحالي بيشبه الاسلحة البيولوجية. دكتور مايكلز شايل معاه العينة الوحيدة طول الوقت، عشان كده ليه عايزه نلاقي مايكلز، نلاقي ديفلز بريث.